بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا قبل كل شيء نشكر جريدة الشروق على هذه الندوة ودعوة كل النقابات وأولياء التلاميذ، كما أحيي كل النقابات الموجودة معنا وكل التنسيقيات بدون استثناء الموجودة معنا. على كل حال الندوة هذه يعني جت في الوقت المناسب، ولكن فيها عدة نقاط مما يصعب علينا التطرق إليها وتشريحها كما ينبغي. استنتجنا حنا الدخول المدرسي وفي الملفات الرئيسية والأخرى تعالج خفيف يعني من حال الجنوب سكر. فيما يخص الدخول المدرسي، يعني أنا يعني سمعت يعني تكلموا زملائنا في النقابات الوطنية ويعني قدموا ما يجب تقديمه والشرح يعني بدقة على ما جرى في الدخول المدرسي وما يجري حاليا، إلا أنه أتساءل من وخاصة السؤال نطرحه لجمعية أولياء التلاميذ على إعادة إدماج التلاميذ. إعادة إدماج التلاميذ لاحظ أنايا هناك خلل، وراه الخلل أنا كي نشوف تلميذ في عمره 17 سنة، درك كنا نطردوا تلاميذ 16 سنة زادوا لهم عام 17 سنة، يجي يقول لك إعادة إدماجه في السنة الأولى، أنا واحد نرفضه في السنة الأولى، نرفضه ما يبقاليش في السنة الأولى. السنة الأولى جابوا لي تلاميذ يدمجون في السنة الأولى، سنة أولى 17 سنة و 16 سنة، هل تقبل أنت بنتك في عمر 10 سنوات جات من السنة خمسة تقرا سنة أولى يقرا معها طفل في عمر 17 سنة و 16 سنة؟ من غير معقول، أنا ما نقبلهاش. وأنا كمدير متوسطة أرفض كل القرار تاع إدماج تاع 17 سنة في السنة الأولى، 17 سنة 16 سنة في السنة الرابعة، نعم أنا معاك، وتلميذ تاعي ردوا عندي، ماشي تلميذ جاني مؤسسة واحدة أخرى تجيبه لي ليا. لأن أنتم الحاجة اللي لازم يفهموها الإخوة أن بعض المدراء رفضوا تسجيل تلاميذ اللي يجوا من مؤسسات يعني المجاورة، وهذا شيء غير معقول. أنا رد تلاميذ تاعي. فيما يخص نعاود نولي، فيما يخص أنا عندي ظاهرة وأن وقع لي تلميذ رجع تلميذ المؤسسة بإدماج وطردته، إلا أن الأولياء جاو يدوا كاع ولادهم، قال لك أنا ولدي ما يقراش معنا. العام اللي فات عندنا تلاميذ ما عندهم لا اخلاق ولا تربيه، لان انتم دائما تشوفوا التلميذ تشوفوا الولي التلميذ تشوفوا الاساتذه. انا شفت بعض الاولياء يعطيو الاساتذه يعطيو الاداره ولكن ينسوا ولادهم. انا عندي قضيه في المؤسسه كارثه، تلميذ احيل على مجلس تدريب في مؤسسه اخرى ضرب اساتذه والسب والشتم وكذا، جابوه المؤسسه عندي نفس الشيء يعملوا. اصبحت اتعرض الى نتعرض للخطر من الشارع، يجيو لي بارون ديال تاع التلاميذ بالمواس باش يعالجوا الطفل هذاك، واليوم يباتوا لك قرار عاود جبتي وما كملش السنه. شيء غير معقل، لازم تساعدونا. كي تلحق انت تلقى تلميذ يضرب استاذ كاش ما بقى، لا تلميذ اللي يضرب استاذ انا ما ردتوش، لو كان نعرف نروح انا. اليوم اللي يضرب استاذ يضرب باباه، اللي يضرب استاذ يضرب يماه. وانا واش نطلب من اولياء التلاميذ؟ ثم ديروا ندوات اعلاميه للاولياء في المؤسسه التربويه، لان رانا شفنا الاولياء ما على بالوش. يجيك الولي تلميذ، والله العظيم نقولها لكم، غير يجيني ولي تلميذ ما على بالوش باللي بنتو تقرا عندي ولا ما تقراش عندي في المؤسسه. اولا تسكت لي ماني ما على بالوش واش المؤسسه تقرا، وجا لعندي يحوس عليها. ثانيا ما على بالوش واش من المستوى، واش مستوى. وثالثا غائب تماما على 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 التكفل بولادو. يحب واش هو جيبو، راهم اعاده الادماج باش نقول لكم، هما يجيبوا ولادهم باش يدوا 300,000 مع وليدو ما يزيدش يجي، هذا ما كان. هذه نقول لكم بكل صراحه، ممكن انتم على بالكمش بهذه النقاط، انا على بالي بها، لانني العام اللي فات صرا لي مشكل مع ولي التلميذ ما حبيتش نردو، مع الاخر جاتني يماه قالت له 300,000 كيفاش نديروا لها، تسمى لان التلميذ ما قراش عام كامل وكيفاش نعاود نردو. وحنا بور لي كونسي باش نقول لك، اداره ما عندها حتى دخل في المؤسسه. انا عندي كونسي دو كلاس فان داني، وفي الديبي داني نديرو ان اوتر كونسي اكسترا دير، وعلى بالهم هما الزملاء كاع هنا مدراء، ونرجعوا التلاميذ اللي عندهم الحق يرجعوا، واللي ما عندهمش الحق يرجع ما يرجعش. وكاين التكوين المهني، عاونونا في التكوين المهني باش نباتوا مباشره التلاميذ التكوين المهني. لازم يكون طقس التنسيق بيننا وبين الاولياء التلاميذ والوزاره التربيه، وبين وزاره التربيه والاولياء والتكوين المهني. نظن انا باش ما نكثرش يعني في هذا الكلام،
في 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 طريقة يعني العمل تاعكم. احنا ما نشرح ان نعطيكم دروس، على كل حال هذه الا ما هي يعني ملاحظات برك. شكرا. فيما يخص الدخول المدرسي كذلك نتكلموا على الاكتظاظ، نتكلموا على الاكتظاظ. اغلبيه لان ما كانش تخطيط، ما كانش تخطيط في التسيير، ما كانش تخطيط. اغلبيه تبني تاع البلاني، تبني لي بلاني، ما على بالكش بلي ما كانش مؤسسه تربويه. روحوا شوفوا شراي في دالي بلاني. اغلبيه المؤسسات سواء في الشرقيه ولا في الغربيه راهي كاين مؤسسه تدي اكثر من 2000 تلميذ فوق الطاقه تاعها، وهذا غير معقول. 50 تلميذ في قسم سنه رابعه متوسط، غير معقول. ونزيد نقول لكم حاجه غير في الدخول المدرسي، الى يومنا هذا كاين تلاميذ ماكش يقراو بدون اساتذه. علاش بدون اساتذه؟ لان المتعاقدين اللي كانوا يقراو الرياضيات وقفوهم، والتلاميذ المتعاقدين اللي كانوا يقراو الرياضيات 10 سنوات هو يقرر يدرس في الرياضيات، واليوم تقول له ما عندكش الاختصاص، هذا مش غير معقول. واش كنت دير؟ ما تكون تلعب ولادنا. كيف اليوم تقول لي ما عندكش اختصاص؟ اختصاص في البكاش. احنا واش نطالبوا؟ نطالبوا بوزاره التربيه اعاده النظر في الادماج، وحنا نعطوا الاولويه للاقدميه، ما ندوش للشهاده، لان الشهاده تقول لي انا استاذ رياضيات بلا هذا العام، انا بريفير واحد اللي عنده 10 سنوات احسن منه بكثير، ولو ما كانش في ليسونس مات يكون عنده جيني سيفيل. دونك حنا نطالبوا اعاده النظر وادماج كل المتعاقدين بدون استثناء، اما في المناصب اللي راهم يدرسوا فيها او يعطوا لهم مناصب اخرى، هكذا باش نوقفوا هذا النزيف هذا اللي راني شفت مؤخرا في وزاره التربيه واش كان صار بين المتعاقدين ورجال الامن. وهذا الشيء ما يشرفش قطاع التربيه وما يشرفناش نحن كمربين. كذلك نتكلموا على نتكلم لنا راح نتكلم يعني بعض النقاط هكذا، ممكن نسيت حاجه سي حجاج قول لي فكرني فيهم. تكلمت على لماذا الاضراب، او نولي دائما قضيه التلاميذ. نتكلم على المطاعم المدرسيه، نتكلم على المطاعم المدرسيه. لو كان نبداو نشرحوا واش كاين في المطاعم المدرسيه، يعني فريمون الانسان ما يقدرش يقبلها. اولا شروط النظافه منعدمه تماما، ما كانش شروط النظافه في المطاعم. ثانيا المبلغ اللي يتسدد الوجبه هذيك ماهوش هو. نطلب انا فتح تحقيق في كل المطاعم المدرسيه من المسؤول الاول على تسيير المطعم. ثالثا انا والله نتسائل كيفاش انا على كل حال انا كانوا يقراوا ولادي وكان المطعم والله ما خليتهم ياكلوا تما كلكم بصراحه. انا نتسائل كيفاش وحده تجي بريما ماشي عارف جايبين هما هذوك تاعنا الشبكه الاجتماعيه ما عندهم حتى علاقه بالطبخ. تعرف طيب في الدار وي، بصح ما تعرفش طيب 100 تلميذ ولا 200 تلميذ ولا 500 تلميذ، لان كاين دي دوز، كاين دي دوس. والتلاميذ هذول راهم ياكلوا في المؤسسه التربويه نظن انا راح يجوا راح يمرضوا كاع، سيرتو كاع عندهم بروبليم تاع لا فيزيك، لان واحد يدير يرفد العكري يدير مش عارف كيلو الاخر في الكحل وكذا، وهذا فيه تقنيات. ولا كان هما يجيو يطيبوا من برا، وعلاش حنا رانا نكونوا في الطباخين ونكونوا في هذا ما نغلقوا هذا دونك نغلقوا. دونك هذا المشكل مشكل مطروح، وكاين بعض التلاميذ اللي تسموا في المؤسسه التربويه على هذا الشيء. كذلك الوجبه البارده في المؤسسه التربويه هذه خطر كبير. انا جو بريفير ما يعطيولهمش ياكلوا، يخليهم كما كانوا بكري وما يديرهمش وجبه بارده، لان وجبه بارده تشوفوا شرام يعطيولهم راهم بركي امور راهي غير معقوله كاع. فيما يخص الاضراب النشاطات الوصفيه، حنا النشاطات الوصفيه على كل حال تكلمنا عليها وراح نزيدو نتكلموا عليها. فيما يخص النشاطات الوصفيه حنا نتسائلوا، وانا تكلمت عده مرات عبر الجرائد والقنوات كذلك الاذاعيه، تكلمت وقلت يعني كيفاش بعد ما كنا نسنو في لاجمون بروغرام يعني تخفيف المناهج، وقال لك الاستاذ ينقص له في الساعات، اصبح الاستاذ كي درنا له حسابه يقرا 45 دقيقه زياده خارج مجلس الاقسام. زيادة على هذا النشاطات الوصفية، أنا أتساءل كيفاش أستاذ ولا أستاذة ولا معلمة عندها 29 سنة في التعليم أو 30 سنة أو 28 سنة كيفاش دير الرياضة للتلاميذ وهي لا تعرف من الرياضة إلا اسمها؟ كيفاش هذه راح دير الرسم؟ كيفاش راح دير لي جدي شاك؟ علاش الوزارة
دير عندها دائما في كل مشاريع تاعها اي مشروع ديرو بالتجاريه ما عمرها ولا دارت مجرى بدراسه مدققه عمرها لا الاصلاحات التربويه ولا لا 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 نشاط ما دير والو تدخل جهه في راسها لا هو تجيب ندوه دير ندوه تجيب بعض بعض مانيش عارف ولا مختصين ولا غير مختصين تجيبهم تجيب نقابات يحضروا دي فوا تحضرنا دي فوا ما تحضرناش على حساب واش يخرج عليها ومن بعد يقول لك اوب للميدان رمتها للميدان كاش ما كاين وسائل اعلاميه كاش ما هضروا في الصحف كاش ما هضروا في التلفازه كاش ما هضروا في الاذاعه كيف تسير هذا النشاط التلصفيه واحد ما على باله يستناو رد الفعل تاع القاعده العماليه يستناو رد الفعل واش راهم يستناو رد الفعل علاه يستناو رد الفعل يشوفوا لا عجبوا ولا سكتوا سي بون ولا ما سكتوش ها نشوفوا طريقه واحده اخرى دروك طاحوا في مشكل انت لازم نكونوا ديريكت فوكس واحد ديريكت قول لنا درنا ان غاردوري نديرو ان غاردوري قال عسوا الدراري عسوهم وخلاص هذا ما كان هو با برون دو مي شوما قال ها الدراري عسوهم كان بعض الاولياء حبوا يدي ولادهم وكان بعض قال لك انا ما يخرجش عليا عندي ولادي خليه يتم وين نديه هو يتهنى منه دونك هذا الشيء خطر على التلاميذ لان كان حلول وقدمناها الحلول ولكن الوزاره لم تاخذها بالاعتبار كاين اساتذه متربصين في الجامعات الجزائريه كان دفعة تاع 1000 أستاذ سنة أولى سنة ثانية يقدروا في اليو بي اس يقدروا يجيبوهم ويديروا اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة كما راهم دايرين حاليا السنة الثالثة والسنة الرابعة أساتذة التربية بديهم يجيبوا لنا المؤسسات يتكونوا هذوك اللي باش يجيبوهم اللي يتكونوا على الأقل تاع سنة أولى وسنة ثانية يديهم مؤسسات التربوية الابتدائية يديروا التكوين لتماك سير تيرا لا براتيك كاين حلول ولكن قدمنا الحلول هذه لوزارة التربية ولم تأخذ بها الاعتبار هذه نقاط وكذلك فيما يخص النشاط التلصفي احنا طلبنا من الوزاره تحديد السقف الزمني لتوقيت المعلم يعني حبينا المعلم يدير 24 ساعه وكل الساعات اللي فوق 24 ساعه تكون ساعات اضافيه ما تكون ساعات هذه خدمه هكذا لله في سبيل الله لان اليوم نشوف المعلم او الاستاذ التربيه الاستاذ في الابتدائي راه له نفس الشهاده مع استاذ تعليم متوسط او استاذ تعليم ثانوي لماذا هذا كيقري يدرس 18 ساعه ولا اخر يدرس 22 ساعه ولا اخر يدرس 32 ساعه هذا غير معقول وزيد الاستاذ في الابتدائي راه يدرس عده مواد ماهيش ماده ما عندوش اختصاص الملف الخدمات الاجتماعيه مازال نولي قبل نروحوا للخدمات الاجتماعيه نولي مازال ما هضرت على لائحه المطالب يعني واش الوزاره واش يحب نروحوا للخدمات الاجتماعيه نروحوا للخدمات ما واش مشكل حنا قلنا لماذا الاضراب في بدايه السنه طرا علينا السؤال الاخ خالد قلنا احنا منذ يومين على وزاره التربيه على النتائج اللي قدمتها اللجنه الحكوميه وعطتنا يعني بعض المنح وستنات بعض الاسلاك اللي هي الاسلاك المشتركه اللي ما استفادتش من المنح الا ان احنا نشوفوا منحه كجميع الزملاء والنقابات منحه 15% حنا نطالبوا حنا قلنا هذا ماهوش هذا حقنا هذا تصحيح لاختلال وقع في النظام التعويضي حنا قدمنا ملف شامل كامل لوزاره التربيه بحضور اللجنه الحكوميه واعطينا لهم حتى الفرق اللي كان بين في نفس الوظيفه العموميه بين القطاعات الاخرى ورينا لهم باللي موظف في قطاع التربيه في السلم كذا درجه كذا وموظف في العداله او في الجمارك فرق بيناتهم 1200 دينار يعني 12000 دينار مليون و200 يعني وهذا غير معقول وبادله يعني موضوعيه يعني عطينا لهم حتى اللي في جو بي تاعهم وهذا احنا واش طرحنا هذا تصحيح هذا كاين تصحيح برك خلل وهذا تصحيح خلل لازم يكون بالاطار الرجعي لان هذا حقنا مازال ما حضرناش حنا على الزيادات نطالب كذلك والمنحه الدعم المدرسي والمعالجه البيداغوجيه انا نظن الوزاره كي دارت لها التسميه هذه ماهيش غلطه لان راح اليوم غدوه واش راح تقول لك دروس الدعم هذيك راه عندهم المنحه تاعهم وهذا راه مرفوض مبدئيا اللي بسموها منحه الدعم والمعالجه البيداغوجيه راح غدوه يقول لك الاساتذه اللي يديروا الدعم اوبليغاتوار يعني في المؤسسه التربيه خاطر كانت تخلصهم الولايه اليوم عاد يقول لك الدعم اوبليغاتوار راه تما طاوله التسميه ويعود يقول لك هاي عندهم منحه الدعم وحنا هذا غير الى راهم دايرين هذا الحساب راهم رانا رافضينو ملي من حاليا ديجا رانا رافضينو يعني من اليوم
نتكلموا على الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية على كل حال احنا هنا ما جيناش نديروا محاكمة، ولكن انا والله نحير كيفاش احنا في سبع نقابات ما تفهمناش على مبدأ داخل احنا ما تضمناش بيناتنا ونحبوا التضامن تاع الخدمات الاجتماعية. احنا سبع نقابات عطاونا الملف قلنا تضامنوا بيناتكم، تفهموا بيناتكم، احنا بيناتنا ما درناش تضامن ونهضروا على التضامن. احنا على كل حال كنقابة وطنية للعمال التربية كان عندنا طرح، وعندنا احنا اولا رافضين التسيير تاع الخدمة الاجتماعية رافضينو، ولكن رانا مع الانتخاب، معليش الانتخاب من القاعدة العمالية وليس بالفئات كما طلبت بعض النقابات، احنا هذاك الشيء رافضينو، هذه وحدة. ثانيا ولاش احنا خايفين من الاستفتاء؟ يا اخي الاستفتاء راهو انتخاب، كما يكون كما رانا اللي راهو مع الانتخاب يكون مع الاستفتاء ما عنده حتى مشكل، نروحوا للاستفتاء ونشوفوا القواعد العمالية واش تقول. إذا تقول تروح المأمن ولا يروح له، إذا كان راح المأمن اللهم ربي هادو هادو شوفوا ديروا بالكم هادو ماهمش ني دراهم النقابة ولا دراهم الوزارة، هادو دراهم عمال قطاع التربية. العمال هما يقرروا المصير تاعهم، إذا قالوا من المأمن روحوا المأمن، إذا قالوا يعني ما كانش نحوسوا حنا نديروا عليهم ضغوطات. نقطة أخرى حنا عندنا اقتراح وقدمناه كذلك هذا الاقتراح، علاه ما نديروش بنك، نديروا بنك ولا إنكاس ناسيونال. فكرة جاتنا من عند الإخوة اللي معنا في النقابة الوطنية للعمال التربية، تسيروا إدارة ما يسيروش نقابات، ونديروا مجلس من كل النقابات بدون استثناء، نديروا مجلس ويكون يراقب وهو اللي يسطر طريقة تاع الآخر، نديروا أن كونسي ليسان دي كام كل نقابة نديروا ثلاثة ولا، والإدارة يتسير. عندنا إدارة يديروا خليه الإدارة واش راح يدير، كلش لابابراس وكلش قدامنا حنا نراقبوا ماهوش مشكل. انا هذا هو باب الضمان، وهذه بنك واللي يعود يروح يسلف دراهم يسلف، ما كان تقول له واش انت من النقابه ولا راك مع فلان ولا مع اسنتيه ولا مع ايجيتيا ولا مع امباف ولا ما نحو هذا الاخر، لان هذه الاموال هذه هي هذا الدراهم دراهم تاعهم تاعنا كاع تاع عمال القطاع. ناس عبثت بهم وداروا سوء تسيير وكذا وكذا، ولكن اليوم ما نقعدوش نهضروا غير على هذا سوء التسيير وكذا، حنا لازم نفتحوا باب جديد افاق جديده للخدمات الاجتماعيه هذه، وان شاء الله نتفقوا على طريقه تسير، ونظن هذه احسن طريقه اللي هي نديروا بنك او انكاس ناسيونال، ماشي كيما داروا هما كونسي، نديروا انكاس ناسيونال يعني بنك ولا صندوق وطني، وتسيروا اداره ما يهمناش فيها شكون يسيروا زيد ولا بوزيد، وحنا كنقابات حق المراقبه، ونديروا ميم حنا اللي نديروا البروغرام داكسيون تاع هذا الخدمات الاجتماعيه. برافو. مازالت لي واحد النقاط برك ما تكلمتش عليها على الاضراب. احنا على كل حال راح نوليو احنا ما يخفلكمش اللي درنا محضر مشترك مع وزاره التربيه، وكان ضمانات يعني في نهايه السنه، وكما قالوا الاخوه احنا كان في العالم العربي كله كانت حركات احتجاجيه، وكان احنا ماناش حابين نلحقوا العشريه السوداء واحده اخرى، وشفنا بلي مصالح يعني مصلحة الجزائر هي الأولى، قلنا اتفقنا اتفاق يعني كان اتفاق يعني بكل الأطراف، ما كيقولكش نقابة ما حبتش ولا يعني كنا متفقين باش نحبسوا، لأن القاعدة العمالية كانت ما كانتش حابة تدخل في إضراب، يشوفوا واش كان صار في البلدان العربية رافضين، قال لك اصبروا، واتفقنا مع وزارة إلا أنها يعني ما شدتش في الاتفاق تاعها. وزارة التربية كي تشوفك حبست تحسبك باللي خلاص جا الدخول مدرسي، لاحظنا بلي هناك يعني ما كانش تجاوب مع درنا محاضر ما كانش تجاوب مع المشاكل المطروحه، وعقدنا مجالس وطنيه وقررنا اضرابات، وان شاء الله يوم 10 ان شاء الله يكون اضراب. على كل حال احنا كنقابه وطنيه للعمال التربيه عندنا غدوه ان شاء الله اجتماع موسع بين النقابات بين اعضاء الامانه الوطنيه والمسؤولين الجهويين والتنسيقيات، وراح نمدوا يعني نخرجوا بقرار يا اما نمشوا في اضراب، او اذا كان السم ما كانش تفاهم بيناتنا راح نروحوا نعاودوا للمجلس الوطني. نظن ان شاء الله غدوه تكون نتيجه تاع اللقاء الموسع في الامانه الوطنيه، ونكون نعطيكم يعني البيان الختامي تاع غدوه ان شاء الله. فيما يخص طب العمل، أولا فيما يخص المخلفات،
المخلفات حنا نطالب هذه المره هذه نطالب اذا كانت مخلفات عندنا مخلفات نطالب دفع المخلفات دفعه واحده خلال شهر نوفمبر او ديسمبر، لان هذا الدفعه دي مرتبط بغلاء المعيشه، وكما داروا لنا العوام اللي فاتوا قسموا لنا المخلفات الى 20 طرف ولات ما عندها حتى معنى، لان تسديد مخلفات تفقد القيمه الماديه تاع في كل مره يعطيونا 20 دورو خطره 20 دورو حنا نطلبوها يعطيوها لنا كامله. كذلك نطالب بالمناسبه على القانون العام الجديد، نطالب وبإلحاح شديد عند اعداد القانون الخاص، يعني يعطي خصوصيه لقطاع التربيه عند الفصل في ملف التقاعد، يعني يعطي له خصوصيه، لان ما يخفلكمش باللي الاستاذ او ملف او قطاع التربيه او يعني موظف في قطاع التربيه او الوظيفه بحد ذاتها ومن تدخل في الوظائف الشاقه ماهيش كما الوظائف الاخرى، لان الاستاذ يوقف نهار كامل وواقف، اغلبيه الاساتذه كلهم عندهم الدوالي لي فاريس، واغلبيه الاساتذه راهم كاع ايبر توندي، واغلبيه الاساتذه راهم عندهم امراض مزمنه. اليوم نطالب باللي هذا المهنه هذه راهي عمل شاق، ونطالب باش يكون 25 سنه اكثر حد للتقاعد، يعني ما نزيدوش 25 سنه، يعني الا كان القانون العمل هذا خرج لازم ياخذوه بعين الاعتبار قطاع التربيه كقطاع، يعني يعطوا له الخصوصيه تاعو. وكذلك نطالب بالغاء الماده 87 المكرر في اقرب وقت، وهذا لتحيل مرتبي موظفي القطاع العمومي الوظيفه العموميه، لا سيما موظفي ذوي الدخل المحدود،